طبعا لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن اجتماع دكتور مصطفى مدبولي بالامس. دكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع المهندس احمد الجندي رئيس احدى الشركات العالميه العامله في مصر لمناقشه دعم الحكومه لمشروع كبير في مجال صناعه الاجهزه المنزليه. الاجتماع ده بيعكس حرص الحكومه على تعزيز القطاع الصناعي في مصر. خلينا نتكلم عن تفاصيل جهود الدوله في توفير الاستثمارات وكمان تاثيرها على السوق المحلي. معانا على تليفون الاستاذ اشرف هلال رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرفه التجاريه. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين وصباح الخير. اهلا وسهلا صباح النور. مجموعه لقاءات موسعه اجراها السيد رئيس الوزراء مع كثير من الشركات في الفتره اللي فاتت، تاثير ده على السوق المحلي للاجهزه الكهربائيه. بصي حضرتك، مصر الحمد لله فيها من المصانع للاجهزه الكهربائيه اللي احنا بنقول ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من هذه الصناعه. لكن المشكله اللي بتواجه الصناعه ديت ان تقريبا من 60 ل 70% من مستلزمات الانتاج بتستورد من الخارج. فهي دي المشكله اللي بتواجهنا. طبعا الشركه اللي ظهر معالي رئيس الوزراء شركه كبيره جدا وشركه عالميه، طبعا هتساعد على زياده الانتاج مما يؤدي الى زياده المعروض في السوق اكثر واكثر. لكن هي الفكره احنا مش عايزين مصانع تجميع، احنا عايزين مصانع اقدر يبقى الماده المصنعه محليا جوه مصر تبقى 60 70% علشان انا محتاج ان انا اقلل استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج. هي دي النقطه المهمه اللي الدوله النهارده بتسعى اليها، توطين وتعزيز صناعه الاجهزه الكهربائيه كامله بداخل جمهوريه مصر العربيه. بالنسبه للثلاجات والديب فريزر في مجموعه شركات كبيره جدا جدا وشركات عالميه برضو موجوده في مصر، بالاضافه للشركه الكبيره اللي في العاشر من رمضان دلوقتي كمان. فطبعا ده بيدي زخم كبير جدا لانتاج الاجهزه الكهربائيه داخل جمهوريه مصر العربيه، مما هيؤدي طبعا زاد العرض هتقل مع حضرتك الاسعار مباشره. بكل تاكيد. طيب تأثير الاهتمام الحكومي والدعم الحكومي للمستثمرين إيه يا فندم على زيادة نسبة المكون المحلي على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال؟ الدولة يا فندم بتسعى فعلا إلى زيادة المكون المحلي داخل أي صناعة، مش صناعة الأجهزة الكهربائية وبس، داخل أي صناعة. ده بيعزز تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج لأنها بتاخد عملة كتيرة جدا. طيب احنا عندنا يعني خطوط انتاج موجوده لانواع من الثلاجات والديب فريزرز المصريه، سواء كانت من شركات موجوده من سنين او من المصانع الحربيه المختلفه. احنا بنتكلم في ان احنا عندنا الخبره، لكن يمكن من الحاجات اللي دايما الناس بتبقى مهتمه قوي عشان تقدر تقبل على شراء منتج انها تبقى واثقه في الصيانه وفي توفر قطع الغيار وفي خدمه ما بعد البيع. لما بنتكلم في ان تبقى قطع الغيار موجوده، هل ده ممكن يسهم في الاقبال على شراء المنتجات دي؟ انا هقول لحضرتك حاجه، بتمتاز المصانع المصريه عموما ان هي بتدي النهارده خطابات الضمان بتاعتها 5 سنوات، وفي شركات بتدي 10 سنوات. ما تقدرش شركه تدي خطاب ضمان 5 سنين على المنتج بتاعها او 10 سنين الا اذا كان قطع الغيار لهذا المنتج متوافر لخدمه ما بعد البيع، لان خدمه ما بعد البيع هي اهم من التصنيع بالنسبه للشركات. ليه؟ لان هي يا اما الشركه دي تستمر في السوق يا اما تختفي من السوق، لان لازم خدمه ما بعد البيع دي اولويه قصوى، لان كل المنتجات عندنا ما فيش منتج ما بيعطلش، منتجات بتعطل. فلما يحصل عطل والمستهلك يجد ان الشركه بتلبي له طلبه وقطعه الغيار اللي ناقصه والحاجه دي كلها، طبعا بيشتري من الشركه واسم الشركه بيعلى. وطبعا توطين الصناعه يبقى مهم جدا 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 لتوافر مستلزمات الانتاج وقطع الغيار بتاعتها. عظيم. بما اننا بنتكلم دلوقتي عن الثلاجات والديب فريزر وده موضوعنا دلوقتي، نسبه المكون المحلي فيهم قد ايه دلوقتي؟ والمستهدف يكون مثلا خلال الكام سنه الجايين قد ايه؟ شوف حضرتك، اهم حاجه في الليله دي كلها الكمبروسر والموتور. تمام. دول اهم نقطتين، بس هم المشكله ان احنا بنجيب دول من الخارج. دول بنستوردهم. طبعا في شركه كبيره جدا النهارده عملت تحالف مع بعض الشركات لصناعه هذا المنتج داخل مصر، وخصوصا كمان للتكييف.
طب ده جميل جدا، يعني يعني الثلاجه بالكامل بالكمبروسر بالموتور بكل حاجه هتكون مصريه باذن الله. باذن الله طبعا ده هيبطل صناعه اكتر واكتر، وهيدينا فرصه اكتر ان احنا نقدر نصدر. واحنا بنصدر بالفعل، شركات مصريه كثيره جدا بتصدر، بس ده هيزود المنتج المحلي، لان انت حضرتك عارف علشان انا اصدر لازم يكون المنتج المحلي بتاعي حوالي 40% منتج محلي. لكن الاهميات بقى مستلزمات الانتاج المهم احنا بنجيبها من الخارج، لازم نستوطنها هنا في مصر بقى، وده اللي بيحصل في الوقت الحالي. طيب احنا حاطين خطه زمنيه لمده قد ايه علشان يبقى معانا منتج مصري كامل زي ما حضرتك بتقول، بدايه من الكمبريسر وصولا للشكل النهائي اللي بنقدر تتقفل بيه الجهاز ويتجمع؟ يعني احنا ممكن نقول من سنتين لثلاثه. كويس قوي، كويس قوي. في الفتره دي احنا موجودين بالفعل بالمنتجات المحليه في السوق، وموجودين بقطع الغيار، وموجودين في مراكز البيع المختلفه. وبرضه عايز الفت نظر حضرتك لنقطه للساده المشاهدين، ان استيراد المنتج الكامل التام الصنع من الخارج نسبته في مصر لا تتعدى 5%. لا تتعدى 5%، اما كل المنتجات اللي موجوده في مصر هي صناعه محليه ومكتوب عليها صناعه في مصر، لان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من صناعه الاجهزه الكهربائيه وعندنا نسبه تصدير فيها عاليه. عظيم، لما يبقى عندنا منتج مصري بيبقى بيتناسب ويتوافق مع ظروف البيئة اللي موجودة، ظروف الجو. أعتقد برضو أن يعني لو حاجة مستوردة من دول بطقس مختلف وبمناخ مختلف هتبقى مختلفة خالص استخدامها في مصر عن بره مصر، طبيعة الجو أكيد بتأثر. كل الشكر ليك السيد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، شكرا جزيلا. طبعا ناس كتيره كانت بتتساءل ليه مش بنهتم بالصناعه، لا اعتقد انه الاجتماع ده بيؤكد بما لدى مجال الشك ان في اهتمام بالصناعات، واحنا دلوقتي بنتكلم عن نوعين من الصناعات سواء صناعه السيارات، كلنا ما فيش شك طبعا بنحاول ندور على عربيه يكون فيها اوبشن كويس وتكون عربيه برضو كويسة أو براند من البراندات المعروفة، فإن يتم التصنيع في مصر، وبنحاول زي ما سمعنا أنه يتم تصنيع العربيات بنسبة 100%، يعني دي خطة الدولة ماشية عليها أنه يتم تصنيع العربيات بنسبة 100% في مصر، لكن احنا في مرحلة دلوقتي إيه التجميع، وأن يكون نسبة المكون المحلي في السيارات نحاول نزود نسبة المكون المحلي سواء في السيارات أو في الأجهزة الكهربائية زي ما كنا بنتكلم يا منه. أكيد اجتماعات مستمرة بتحصل في أماكن مختلفة وفي صناعات مختلفة، احنا بنتكلم في الصناعات الصغيرة اللي ممكن الناس ما تبقاش واخدة بالها منها أو مش حاسة بيها، لكن هي فعلا ممكن يكون فيها عجز في دول كتير في العالم، وهي دي تبقى فرصة جيدة جدا إن احنا نعمل فيها اسم قوي بيستند على إن احنا عندنا إيد عاملة مدربة وعندنا كمان الأسعار كويسة في هذا الموضوع، فممكن تبقى سبب كويس جدا في دخول عملة صعبة وتدريب ناس. صحيح. ونعمل شراكات دولية بيها، أعتقد ده ممكن يفرق كتير. صحيح، وكمان هتوفر فرص عمل زي ما أنت قلتي، هنوفر طبعا كمان عملة صعبة، وفي نفس الوقت المنتج نفسه هيكون سعره أقل من ما كنا بنستورده من الخارج.